انا لقيت لك حل هيساعدنا في المشروع بتاعنا. ايه هو؟ احنا برضك لازم نروح نزور برعي في السجن عشان نستفهم منه اكتر. ايه؟ نروح لبرعي في السجن؟ ليه يعني؟ عشان يروح يقول لحماه؟ يا ابني ما تقلقش، برعي ده جدع. وبعدين بقى اللي انا اعرفه انه لا طايق الحاج ولا ابنه. غريبه دي، مع انهم وقفوا جنبه في قضيته. يا عم ده كلام بس كده قدام الناس عشان ما حدش يقول ان هم ما سالوش فيه ولا عبروه. بس بيني وبينك كده انا سمعت طراطيش كلام ان الواد فتحي هو اللي ورا موضوع برعي. عشان يزحلقوا يعني؟ عشان اتجوز البت ورد. ايوه حقيقي يا ابن الايه يا برعي، ده طلع حته نمره. لكن هو مش فتحي طلق مراته غصب عنه؟ ابوه هو اللي حكم عليه، بس يعني يظهر الوقت كده لسه بيحبها. يعني هو ساب النسوان اللي في الدنيا كلها وما لقاش الا طريق تاخد مراته. المهم احنا هنروح لبرعي ونفهم منه كل حاجه عشان لما نسافر نبقى مسافرين على نور. طب افرض يا ناصح بقى العيله الكريمه راحت وطبت علينا. ما تقلقش، احنا هنروح له في زياره خاصه. حكم انا في واحد ظابط صاحبي كده في السجون هيظبط لنا كل حاجه. خمس دقايق وبس. باشا باشا ربنا يكرمك وخليك لينا باشا. ربنا يخليك لينا، ما احرمناش منك ابدا. عاوز اقول لكم حاجه مهمه قوي. والصوف ده بيتنشا على زباين، عاوز يعمل صيت لنفسه. هو عارفك كويس؟ ايه اللي عارفني كويس؟ ده احنا ياما بلبطنا في الميه انا وهو، ده سهرني سهرات يا سلام تطول العمر. طب وبعدين يا برعي؟ ما تقول لنا نعمل ايه؟ عايز اقول لكم حاجه بقى، انتوا تروحوا له وتقولوا له احنا جايين لك من طرف برعي، هيشيلكم من الارض شيل. بس عاوز اقول لكم حاجه مهمه قوي. ايه؟ ما تقول يا برعي. احسن يعني يفتكرنا خايبين ومش قادرين نركب الحكومه ولا البوليس، بعد كده يخاف ويكش مننا ومش هيرضى يدينا بضاعه. المهم يا برعي، انت هتدخل معانا بقد ايه؟ التلت، كل واحد فينا التلت، يعني كلنا قد بعض. طب والفلوس هتوصل لنا ازاي؟ حفظي يكلم حميده، تاني يوم على طول الفلوس توصل لكم وبالدولارات. بس عايز اقول لكم على حاجه مهمه قوي، اوعوا اياكم الخيانه. اوعوا تفتكروا يعني ان انا مسجون هنا متكتف، لا ده ميتي طايل قوي. كلامي بس ده يا معلم برعي؟ هو احنا اول مره نتعامل مع بعض ولا ايه؟ احنا اهم حاجه في شغلتنا دي الاخوه والمجدعه. خلاص يا شقيق، نقروا الفاتحه. عندك مراد؟ ماشي. خد دول. كام دول؟ ده نص اللي اتفقنا عليه. بكوري عاوزين بضاعة نظيفة، نظيفة قوي. طب ما تقبوا بنص المعلوم التاني. يا عم خلص انت بس وبقية فلوسك هتوصلك. ما تاخذنيش يا سحفظي، العملية هتخلص وانتم مسافرين. جرى ايه يا دكروري؟ مش ضامن فلوسك ولا ايه؟ عدم المؤاخذة يا سي سمير، انتم مسافرين في غربة، محدش يضمن الموت من الحياة. جتك داهية في ملافظك. فيها جدع؟ انت هتبشر علينا عشان كم مليم؟ بقول لك يا دكروري، انت هتنفذ العملية بعد ما نسافر بيومين بالظبط، مفهوم؟ وانتوا راجعين بعد قد ايه؟ اطمن، احنا مش هنغيب، بس المهم بقى لما نرجع عايزين نرجع نعزي. طمنوا على الاخر يا بهوات، هتلاقوه نايم في تربته. اهلا فيكم يا شباب. اهلا بيك يا مسيو الصوف، انتوا الجو عندكم حلو قوي يا مسيو الصوف. احنا كل حاجه عندنا حلوه يا اخ حفظي. لكن وين الاخ برعي؟ ليه ما جمعكم؟ والله وحشني كتير. الاخ برعي زي ما انت عارف شغال مع الحاج ابراهيم العقاد. والحاج ما بيقدر يسوي شيء من غيره. انت عارف الحاج راكب دماغه ازاي ومش عايز يشتغل في البودره، عشان كده برعي بعتنا نخلص احنا الموضوع بداله. والحاج لو دق مره طعم مكسب البودره ما بيسيبها ابدا ويسيبه من هالحشيش. انت عارف دايما الحاج راكب دماغه. الحاج ده دقه قديمه وعظمته كبرت خلاص، وبعدين هيقول لك بقى انا ما بغيرش الكار بتاعي. والله سمعته زي الطبل في كل مكان، كل اللي اشتغل معه عم يشكر فيه كتير. كل شيء نصيب يا مسيو الصوف. وين تحبوا تسهروا الليله؟ بندبر لكم كل شيء. طب حلمك علينا بس يا مسيو صوف، احنا جايين هنا نشتغل ونربط معاك، يعني مش جايين نسهر. حفظي قصده حضرتك يعني نخلص موضوع الشغل وبعد كده نتكلم في موضوع السهر. والله انت وهو
التجار ولا التجار. وايه اللي عندك؟ وعرفت كمان ان حفظي جوز الهادي اخت حضرتك سافر بره. دي اخبار قديمه قوي، انا عايز جديد. ما هو ده اللي على قديمه. اللي على جديده بقى ان سمير ابن المعلم مطاوع الله يرحمه سافر معاه. انت متاكد؟ الا متاكد. الواد سواق العربيه اللي وداهم المطار قال لي. طب ما قالكش هما سافروا فين؟ سافروا فين دي بقى انا ما اعرفهاش، بس هعرفها يعني هعرفها. انا متوغوش، وخصوصا من السفريه بتاع الواد حفظي بره دي. لا اختك تقول لي ايه ده مسافر يجيب حاجات لمصنعه. طب وسمير ايه اللي سفره معاه؟ فكرت انا فيها، بس انا عارف ان العيلين دول عيلين هلس، جايز مسافرين يخبصوا بره. لا يا حاج مش ده السبب. انا برضو قلبي بياكلني بيقول لي كده. ايوه طب فكر معايا، ممكن يكون ايه السبب؟ مش جايز مسافرين عشان شغل ولا حاجه؟ انا بقول لك اختك قالت انه رايح يجيب حاجات لمصنعه. لا يا حاج دول مسافرين عشان يجيبوا بضاعه. ايه يجيبوا بضاعه؟ يعني عايزين يحاربوني في شغلي؟ انا من الاول مش مرتاح لشغل الناس دي معانا، يروحوا 60 دقيقه. بس انا خايف يضربونا في السوق. ايوه بس الواحد ما يفكر فيها برضو، دول هيعرفوا التجار بتوع بره ازاي؟ جايز سألوا وعرفوا يا حاج. سألوا وعرفوا. اللي يسأل ما يتوهش. يبقى انا لازم اعرف هم سافروا انهي بلد. اكيد حفظي مش هيقول لمراته يا حاج. لا سيب دي عليا انا هسلسل البيت بطه واعرف منها ايه الموضوع بالظبط.